نعم، في حد تاني هنا؟ اتفضل. في نظرية بتقول إن الكون تكون في آلاف السنين، والآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. فهل اليوم هنا مقصود به يوم من بتاع الكرة الأرضية، ولا يوم بمقدار تاني؟ لا، ده يوم عند الله ستة أيام من بتوع ربنا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بالنص كده. يعني يوم واحد في مكان معين في الكون ب50,000 سنة من عد الأرض. طيب، فلو ارتفعنا أكتر والكون يزداد اتساعا، يبقى بمليار سنة اليوم عند ربنا، خليها ب200 مليار سنة، خليها بديشليون سنة، ما اعرفش ديشليون يعني ايه، لكن خليها كده. فالنسبية في الزمان اشار اليها اينشتاين، فهنا بيقول ايه، ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. في ابو الف، وفي يوم تاني ب50,000، يعني في يوم تالت بمليار سنة. فلو جالي العلم وقال لي خلاص احنا عرفنا الحمد لله انه في 6 مليار سنة، نقول له طيب خلاص، هو 6 مليار. طيب 6 تريليون، 6 تريليون ايه يعني؟ مفيش اي تعارض، مش هتعرف تجيب التعارض ده. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم.